بونجور، جود مورنينج، صباح الخير. باريف، يعني بكل الطرق بدنا نقول لكم اذا بعد بيطلع معنا قصص بنقول لكم صباح الخير على طريقتكم وعلى طريقتنا. يعني نهار جديد وعالم صباح جديد وفقرات جديد وطبعا مواضيع منوعه وعديده رح نترافق معكم فيها. حطوا النسكافيه على النار او القهوه واللي بدكم اياه او الشاي وتروقوا معنا الصبح لندردش سوا ولحتى هيك نشوف فقرات واشخاص بنحبهم بنحب نتابعهم كل نهار احد لنكون عم نقضي اوقات ممتعه ولذيذه. رح اقول صباح الخير للشيف كمان، صباح الخير شيف شادي. صباح الخير، بونجورنو. بونجورنو، انا اشتقت لك، اشتقت لك خاصه نهار الاحد. قلتي جود ايفنينج؟ لا ايفنينج بعد ما صرنا بالايفنينج. لا جود ايفنينج، عم يحضرونا على فيتشر يو اس اي، شو بدك؟ طيب جود ايفنينج مثل ما بدك. اليوم كيفك؟ اليوم تمام؟ انا مبسوط كثير، نشاط، اوكي عن جد نشاط كثير وهيك ارتحت شوي صغيره، فان شاء الله يكون نهار حلو لكم ولنا ولكل احبائنا بعالم الصباح. نحن كمان اشتقنا لك وانا بشتاق لك كمان نهار احد، بس هيك نعمل اجواء مع بعض. على كل حال رح نرجع نشوفك بعد شوي مع الاكلات الطيبه والمشتقات، الحليب كلها موجوده هون ما بعرف ليه. على كل حال بدي اذكركم انه ابتداء من نهار الثلاثاء 1 تشرين الاول رح عالم الصباح رح يخصص شهر كامل لموضوع المدارس والجامعات والتعليم لكل الاشخاص يلي عندهم مشاكل او يمكن هيك صعوبات عم يقطعوا فيها، ان كان بالمدارس او الجامعات. الاهل والتلاميذ فيكم تشاركونا هول المشاكل عبر السوشيال ميديا يلي الخاصين بعالم الصباح، رح يقطعوا اللي عندكم على الشاشه اذا بدكم عبر صفحه الفيسبوك www.facebook.com/عالم.الصباح وكمان على صفحه التويتر @عالم الصباح، واذا بدكم تراسلونا على الهوت ميل الخاص فينا عالم الصباح@future.com.lb وكمان إذا بدكم تشوفوا الحلقات اللي قطعت على التلفزيون بخلال عالم الصباح فيكم على صفحة futuretvnetwork.com. فإذا ابتداء من الثلاثاء رح نغطي هيدا الموضوع وكل شخص عنده شيء يقوله فيكم تراسلونا عبر هول المواقع اللي هلا كنا عم نقول لكم عنهم. رح نبدا هيدا النهار وطبعا مع ابتسامه عريضه ولازم نكون كلنا بنفسيه ايجابيه، نبدا هيدا النهار سوا بالفقرات، خلينا نشوفهم شو بتتضمنوا. بحلقة اليوم من عالم صباح منتابع الأبراج مع كارمن، The Fastest Everything منشوفه مع جون بيع يوتيوب، منسمع أجمل أغاني خوليو إجليسياس مع جون بيع غير موجي، وبخصوص الجمال مع جاي نصار وحلقة خاصة بالFA Second Generation، كيف منحصل على عضلات معدة مشدودة مع هبة بواحد 2 3. ضيوفنا بخبرونا عن جائزة بونك بي بلوس لتصوير فوتوغرافي، رفقة والطرب ضيوف جون بيجي التوب، ورشة ملح على الدوناتس مع شيف شادي. مثل ما بتعرفوا أول فقرة بعالم الصباح رح نبديها مع كارمن والأبراج ونشوف حظوظنا لليوم كيف رح تكون. اليوم الأحد 29 أيلول سبتمبر، يوم القمر مرافقنا برج ناري برج الأسد 3 أيام ورا بعضها، الأجواء حلوة لموالي برج الأسد الحمل وأيضا القوس. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ خلونا نبدأ مع أول برج برج الحمل. بالنسبة لك اليوم في فرحة عند مولود برج الحمل، اليوم في احتفال، في تقدم، في مصالحة، وكأنه هالغيمة السوداء اللي رافقتك في اليومين السابقين اختفت، واليوم بمقابيلة في تقدم، في نجاح وفي إنجاز. وبعتبر المولود يلي اليوم عنده حظوظ ونشاط أكثر من غيره 10 11 12 و 13 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار متعب بالنسبة لك، على الأرجح بتقضيه بالبيت، مش بس اليوم في 3 أيام مثل بعضها، 3 أيام ورا بعضها، الجو متعب، بتحس حالك إنه ما طالع بالك تروح مطرح، بتفضل تشتغل من بيتك أو يمكن حتى من مكتبك، إذا معود تطلع برات المكتب كتير، اليوم بتفضل إنك تبقى بالمكتب ومع أشخاص بتعرفهم قريبين منك، انتبه على صحتك وانتبه لحتى أيضا أحد أفراد العائلة ما يعذبك كتير. أما بالنسبة للمواليد الأكثر تعبا فهي 1 و2 أيار مايو، بينما الأوفر حظا هو 3 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء.
مولود برج الجوزاء نهار كتير حلو، ما حدا بيقدر يسكتك اليوم، أفكارك كتيرة وعديدة متنوعة، واليوم مولود برج الجوزاء بده ينتبه ما يطلع برات الموضوع، لذلك بدك تفوكس، بدك تركز قبل ما تنطلق بحديثك أو حتى بسيارتك لحتى ما تطلع وتشرد. بيبقى المولود الأوفر حظا اليوم 28 ل 31 أيار مايو، بدنا نضيف لألون 1 حزيران يونيو. ننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان مسألة شخصية اليوم يمكن بتسبب لك دفع بعض الأموال، وكأنه مصروف بيتعلق فيك، بيتعلق بالبيت، بيتعلق بأحد أفراد العائلة. نهار أيضا في يحمل وكأنه هدية أو مكافأة لإلك. الجو جيد جدا، إذا أنت وصلت لهالمرحلة مركز حالك مستتب، يعني استقرارك جيد، ولكن في احتمال أنه يكون في عندك توظيفات حابب تشتري شيء للبيت أو هدية لعائلتك. وبيبقى المولود الأوفر حظا 2/3/10/11/12 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو كتير منيح عندك، كتير مشجع، 3 أيام ورا بعضها القمر ببرجك. مولود برج الأسد أنت اليوم من الأشخاص اللي بيقدروا يمسكوا زمام الأمور، تستلم أي مسألة سواء كانت عائلية شخصية أو حتى اجتماعية. ما حدا قدك، أفكارك كتيرة وعديدة وأوريجينال، يعني مميزة. اليوم أنت جريء ويمكن تفاجئنا بخطوة مهمة. أما بالنسبة للمولود يلي لازم ينتبه من السرعة، من المجازفة كليا، مولود 12 ل 15 آب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء الجو اليوم بطيء، الجو اليوم معقول يحمل لك خربطة بالحسابات، خربطة بالتوقعات، الجو اليوم بأخرك فانتبه، خاصة إذا عندك اليوم امتحانات أو إذا عندك مواعيد ما توصل مأخر أو ليصير فيها التباسات. أما بالنسبة للمولود الأقل حظا فهو مولود 26/27 آب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان الجو اليوم حلو، أريح من اليومين اللي مرقوا، 3 أيام ورا بعضها بتهيص، بتحتفل، بتعيش فرحة أو يمكن حتى بتعيش حياة اجتماعية صاخبة. الجو إيجابي، ما في خوف عليك، لكن انتبه ما أنك تضيع أو تضيع فعلا التركيز. الجو اليوم بيحمل لك تحالف، دعم وتأييد، فاطلبهم ما تستحي. أما المولود الأوفر حظا نسبيا فهو 11/12/13 أكتوبر. منكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب نهار وبكرة وبعد بكرة 3 أيام صعبة متطلبة تمتحنك، وما في مفر من الامتحان، ضروري تكون جاهز. الارتجالية بتشتغل ضدك اليوم، حاول مولود برج العقرب انه ما تجرس حالك، ما تشوه سمعتك. الجو متقلب لك وعائليا واجتماعيا، خاصة 2/3 نوفمبر تشرين الثاني، انتبهوا من المشاكل. ننتقل لبرج القوس. جو جيد جدا عند مولود برج القوس، حماسي، تفاؤل، نجاح وحظوظ. من الايام الحلوه جدا يلي فعلا بتقدر تعوض فيها عن تاخير، عن مشاكل حصلت معك من اول الشهر لهلا. الجو واعد بمكافاه. اما المولود الاوفر حظا فرح بيكون 2/3/4 ل 7 ديسمبر كانون الاول. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي الجو اليوم بيقول لك في مجال انه يصير في صلحة، يمكن مشكل امبارح او خطأ اليومين اللي مرقوا كانوا شوي صعبين. اليوم مولود برج الجدي انت مدعو لحتى يصير في صلحة، لحتى تشوف كيف بدك لما تزبطها تسير لك شوي. في مسألة مالية إدارية كمان لا مفر منها. أما الأكثر تعبا فهو 31 كانون الأول ديسمبر و 1/2 كانون الثاني يناير. نوصل لبرج الدلو. مولود برج الدلو ما تناقش، لأنه اليوم طالع عبالك تعند وتناقش وتحط العصي بالدواليب. اليوم مولود برج الدلو هالأمر ما بيناسبك أبدا، بالعكس تماما. بدل ما تقطف الثمرة وتمضي الكونترا أو العقد أو تطلع بتسوية على ذوقك بتعمل مشكل. طول بالك، طباعك اليوم معقول تنزعلك أي لقاء، طول بالك، تحلى بروح الرياضية بينجح لقائك. وبعتبر المولود الأوفر حظا هو 25/28 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت ضروري تكون محصن
حالك صحيا نفسيا ومعنويا. نهار طويل 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 متطلب وبيضلوا حتى أفضل من نهاية هالأسبوع. مولود برج الحوت، الجو يمكن يطلب منك أنك تشتغل على ورقة تبعها، ويمكن تاخد هالمعاملة 3 أيام، وبدأ يمكن تحالف أو بدأ سعي من أشخاص أو مع أشخاص بيفهموا أو بيعرفوا بالموضوع، فما تتكبر وانتبه لمسألة صحية خاصة 22-23 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة حلوة، سنة مرتبة، هيدي السنة فيها فرحة، هيدي السنة بتحس حالك انك موجود ضمن مجموعة منك لحالك، بتحس انه في ناس عم تدعمك، سواء كان جمعية، سواء كانوا اهل، سواء كانت الضيعة، سواء كان يمكن حزب معين. هيدي سنة جيدة حلوة وناشطة وداعمة. اكتوبر تشرين الاول، شباط فبراير، وحزيران يونيو هني افضل الاشهر. هيدي كانت الابراج لليوم، بتمنى الجميع نهار حلو، الى اللقاء بكرة، ابراج جديدة، باي باي. Thank you, Carmen. الأسرع بالعالم بعد الإعلان بيوتيوب مع جان.